ننتقل الآن إلى شأن آخر مشاهدينا الكرام، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة حدوث المزيد من تفشي فيروس كورونا بصورة مدمرة في دول أخرى على غرار ما وقع بالهند. وقال منسق المساعدات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايك رايان في جنيف إن العديد من الدول تنقصها الاحتياطات المناسبة لمواجهة الفيروس. كما قال رايان إن الوضع في بعض البلدان يتطور بطريقة مماثلة للهند دون أن يذكر أسماء. أشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في وقت لاحق إلى الوضع المتوتر في البرازيل ونيبال، مبينا أن دولا أخرى قد تجد نفسها في وقت قريب في حالة طوارئ مماثلة لما في الهند. وأوضح رايان أن اللقاحات وحدها ليست الحل الكافي حاليا، مشيرا إلى الإنتاج الضئيل للغاية والتوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم على مستوى العالم تقديم 1.2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، ولكن أكثر من 80% منها وزعت في البلدان الغنية، بينما لم تحصل أفقر البلدان إلا على جزء ضئيل منها وهي 5 ملايين جرعة. ونشد تيدروس أدانوم الدول الغنية بالتبرع بمزيد من جرعات اللقاح، مبينا أن هذا ليس عملا خيريا لكنه يصب في مصلحة الدول الغنية، لأنه بخلاف ذلك يمكن أن تتطور النسخ المتحورة في مكان آخر بصورة تؤدي إلى موجات جديدة من العدوى على مستوى العالم. عبر الهاتف من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد أهلا بحضرتك معنا، دعني أبدأ مع حضرتك من هذه التصريحات المهمة واللي بتصف أو بتقول أنه من الممكن أن تشهد بلدان أخرى ما تواجه الهند من حالة طوارئ ومن هذه الأرقام القياسية في الإصابات والوفيات، تعقيب حضرتك. طيب يبدو انه فقدنا الاتصال بالدكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه لشرق المتوسط. اذا مره اخرى مشاهدينا الكرام نعيد لحضراتكم هذا التحذير من قبل منظمه الصحه العالميه اللي حذرت من خطوره حدوث المزيد من تفشي لفيروس كورونا بصوره مدمره في دول اخرى على غرار ما وقع في الهند. وقال منسق المساعدات الطارئه في منظمه الصحه العالميه مايك رايان في جنيف إن العديد من الدول تنقصها الاحتياطات المناسبة لمواجهة الفيروس. كما قال رايان إن الوضع في بعض البلدان يتطور بطريقة مماثلة للهند دون أن يذكر أسماء. عاد إلينا مرة أخرى دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد أهلا بحضرتك. تحياتي للجميع، تحياتي إيمان. خليني أبدأ بحضرتك من هذا التصريح لمايك رايان واللي بيقول فيه أنه هناك دول أخرى قد تواجه ما تواجهه الهند من تسجيل لأرقام قياسية ومن إعلان لحالة الطوارئ. ما تعقيب حضرتك على هذه التصريحات اللي بيراها الكثير انها مقلقة بالنسبة للكثير من الدول؟ نعم، تصريحات مهمة، بس في نفس الوقت نذكر منظمة الصحة العالمية هي وظيفتها تعطي إرشادات ونصائح وليس تحضير. ليش؟ لأنه للأسف فشلت كثير في هذا المجال. احنا قلقين في هذه الفتره لانه صرحنا كثير من المرات وخصوصا على تلفزيون اكسترا نيوز انه احنا في موجه النسخات لمقاومتها هي اللقاحات والتطعيم. التطعيم فقط في الدول الغنيه تقريبا ازيد من 80% في الدول الغنيه، ولا يوجد تطعيم ولقاحات في الدول الفقيره والناميه. منظمة الصحة العالمية لازم كانت تعمل باستمرار لدعم برنامج كوفاكس وفي نفس الوقت دعم الدول اللي بحاجة للقاحات، توزيعها بشكل عادل وتوزيعها إلى الدول اللي فيها
إصابات وإحصاءات عالية. للأسف ليس كل الدول اللي عندها إحصائيات عالية ووضع صحي خطير تعلن عن ذلك في وقت مباشر. ليش؟ لأنه زي ما صار الهند والبرازيل وأغلب الدول اللي غلطوا في الإجراءات أو الرئيس الوزراء اللي غلطوا في الإجراءات دفعوا ثمن عالي مثل ما بنشوف في الهند. النسخة الهندية خطيرة كبيرة لأنه هي سلسلة اللي فيها أزيد من طفرتين وفي حالات توصلت فيها 10 طفرات، عشان هيك انتشارها قوي وانتشارها خطير. عشان مقاومتها أولا مراقبة جميع الحدود خصوصا مع الهند والدول اللي فيها اتصالات طيران وغير طيران مع الهند. ثانيا توفير الأطباء الأدوية المسحات دقيقة لتشخيص النسخة الهندية، غير متوفر مسحات دقيقة لتشخيص النسخة والسلالة الجديدة الهندية. نعم. في الوقت يوجد في السوق السوداء أو السوق الأسود الكثير من الأدوية وما من إنتاج الأكسجين واللقاحات المزورة، وفي شهادات كثيرة مع البي سي ار اللي بيجوا من الهند مزورة وغير دقيقة. عشان هيك منظمة الصحة العالمية مش وظيفتها التحذير، وظيفتها نصائح وإرشادات للوقاية. هي الآن أيضا منظمة الصحة العالمية وجهت نداء إلى الدول الغنية المنتجة للقاحات بأنها تتحمل مسؤوليتها تجاه الدول الأخرى، وصفت هذا الأمر بأنه ليس عمل خيري ولكن هذا سيعود بالتأكيد على الدول الغنية في المقام الأول، لأنه إذا طعمت كل سكانها سينتقل إليها حتما نسخ متحورة من دول أخرى لم تتلقى التوزيع العادل للقاح. لكن اسمح لي دكتور فؤاد، هل هناك آليات أخرى غير آلية كوفاكس يمكن السيطرة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية؟ من خلالها يمكن فرض إجراءات أكبر على هذه الدول أو هذه الشركات؟ أم أنه فقط هي الآلية كوفاكس هي المعنية بتوريد اللقاحات للدول متوسطة وفقيرة الدخل؟ منظمة الصحة العالمية هي وظيفتها في الأزمة هاي تعطي إرشادات وتتعاون مع جميع الدول عشان توفير اللقاحات والتطعيم. في هذا المجال احنا شفنا تصريح رئيس أمريكا بايدن بالنسبة للقاحات وأنه يسمح لكثير من الدول إنتاج هذه اللقاحات بدون ما يغدى فقط من الشركات الأدوية. كان في اجتماع اليوم ومبارح كان في الاتحاد الأوروبي عشان مناقشة هذا الاقتراح. شفنا ألمانيا غير موافقة. في كثير من الدول للأسف صارت أنانية وبتفكر فقط إلها ولا شركات الأدوية اللي بتنتج هذه اللقاحات اللي تابعة إلها. عشان هيك إحنا من طرف في حاجة للقاحات وتطعيم ومقاومة الفيروس، بس من طرف الثاني للأسف تستمر الصراع السياسي والاقتصادي بين الدول الغنية وباشتراك منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية لازم تجبر هيئات الأدوية الأوروبية والأمريكية بتعطي ترخيص لجميع اللقاحات اللي تم إثباتها إنها مفيدة مثل اللقاح الصيني. هو بالفعل اعتمدته منظمة الصحة العالمية، وده بيعتبر أول لقاح من دولة غير غربية يعني ويتم اعتماده. طيب دكتور فؤاد، الحقيقة أنه كان في كمان تصريح أو إشارة إلى أنه اللقاح ليس هو الحل الأخير أو الحل يعني الوحيد في الوقت الحالي، نظرا طبعا لأنه لسه ما تمش توزيعه بالكامل على كل المناطق اللي فيها فيروس كورونا. لكن هناك كمان جانب آخر متعلق بالإجراءات الاحترازية اللي ما زال لحد الآن في يد الدول والحكومات والشعوب إنها
تلتزم بها وبالتالي تقلل من أعداد الإصابات وتقلل من تفشي الفيروس. ماذا عن هذه الجزئية أيضا؟ ما الذي من الممكن أن تفعله الدول في المرحلة القادمة إذا لم تحصل على القدر الكافي لمواطنيها من اللقاح؟ نعم، أشكرك بالنسبة للتصريح هذا. وتقريبا في السنة هاي كثير من المرات إحنا صرحنا إنه وإذا بدنا نربح الحرب ضد كورونا فيروس لازم نربحه بدون نستنى اللقاح، لأنه مهم، لأنه بنعرف إنه صعب وصول إلى مناعة جماعية 75-80% خلال سنة 2021-22. عشان هيك الإجراءات مهمة، وإذا بنلاحظ عدد المصابين في العالم متركز في 10-12 دولة، من هذول الدول أغلبها لم تعمل إجراءات دقيقة وإجراءات طبية وصحية، وكان رئيس الوزراء من بريطانيا نفسه، أمريكا، ترامب، البرازيل، أمريكا اللاتينية، الهند، وكثير من الدول هاي. عشان هيك الإجراءات هي مهمة، النصائح والإرشادات بالنسبة للوقاية مهمة، بروتوكولات العلاج. قليل من الأطباء ومن التلفزيونات ومن التصريحات يتكلمون عن البروتوكول المهم، البروتوكول العلاج في البيوت وعدم الذهاب إلى المستشفيات. الهند في عنا إحصائيات التي تتكلم 10 أضعاف من الأرقام الرسمية. ليش؟ لأنه الكل ذهب إلى المستشفيات وبحاجة لأكسجين، وهي كان خطأ كبير. العلاج يتم في البيوت إلا في حالة خطي، مثلا الوضع بصير عنده أعراض خطيرة ويذهب إلى المستشفيات. عشان هيك لازم نستمر، وأشكرك في الكلام عن البروتوكولات العلاج والعلاج في البيوت والتطعيم واللقاحات مهمات. بس إحنا بنعرف إنه تقريبا هسه في عنا أكثر من 7 أو 8 لقاحات، بس لازم نوفرها للجميع. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر من روما دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية.